معانا على الهاتف اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر. صباح الخير يا فندم، ومنورنا في صباح الخير يا مصر. وفي البداية عايزة أقول لحضرتك إن أنا من عشاق محافظة الأقصر، وليا ذكريات كتيرة جدا فيها. كنا محافظين بشكل كبير جدا على إن إحنا كل أجازة نصف عام لازم نكون متواجدين في الأقصر وأسوان. في البداية عايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات والتجهيزات اللي بيتم العمل عليها حاليا علشان نستقبل السياح في الموسم الشتوي اللي جاي. اهلا بك يا فندم، صباح الخير استاذ محمد والاستاذ سينا. اهلا بحضرتك. وبنصبح في البدايه بنصبح على اهالينا في محافظه الاقصر، وبنقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبه احتفالات اكتوبر المجيده. احنا هنتكلم على الاستعداد للموسم السياحي. احنا فور وصول المعالي المحافظ المهندس عبد المطلب عماره محافظ الاقصر وتوليه قياده المحافظه في شهر 7، كانت اول خطواته واول اولوياته هو الاستعداد للموسم السياحي. وبالفعل تم عقد اول اجتماع لمعالي المحافظ وكل الاجهزه التنفيذيه، وتم توزيع المسؤوليات والادوار على جميع الاجهزه، وكان اوامره ان يتم الاستعداد للموسم السياحي من خلال تحسين الرؤيه البصريه والبعد عن التشوه. وبالفعل احنا نسقنا مع مكتب السياحه وزاره السياحه في محافظه الاقصر على تنفيذ عدد من الزيارات لكل الفنادق العائمه والفنادق الثابته والمطاعم السياحيه عشان نتاكد ان هي جاهزه للاستعداد للموسم السياحي، وهي الحاله كلها جاهزه، الاماكن كلها جاهزه لهذا الغرض يعني. احنا كمان نسقنا مع الاثار، وبرضه اتحركنا معاهم في الزيارات للاماكن الاثريه والمقاصد والمعابد عشان يعني نمر على اماكن انتظار السائحين، ونبص على دورات المياه والكافيتريات واماكن انتظار السيارات، ونتاكد ان كل الامور كلها جاهزه في هذا الغرض. احنا برضه نسقنا مع الجامعه، مع كليه الفنون الجميله، على تنفيذ عدد من الاعمال الفنيه والرسومات على اكشاك الكهرباء والجدريات، وطبعا كل ده بالهويه البصريه للمدينه. وبالفعل احنا ركبنا عدد من حجر الهشمه على القواعد الخرسانيه بتاعه الاكشاك الكهرباء، دي بتدي شكل وبتدي نغم مع المكانه السياحيه للمدينه. احنا برضو نسقنا برضو مع مديريه امن الاقصر، اداره المرور، على تخطيط الشوارع، وفعلا احنا خططنا جميع شوارع المدينه كلها والميادين. يعني استعدادات سياده اللواء في كل الاصعده زي ما بيقولوا كده لاستقبال موسم سياحي جديد. الحقيقه سياده اللواء انه كل حاجه في الاقصر حلو، يعني الشمس الدافيه الجميله، المعابد الاثريه، المعالم الموجوده والمزارات السياحيه المتنوعه. ده فضل من الله، ده فضل واجمل من الله. واجمل ما في الاقصر اهلها، الناس طبعًا. الطيبين اللي طبعًا. بيستقبلوا السياح كده بابتسامه حلوه ودوده وجميله. الاستعدادات الشعبيه، الناس يعني احنا بنتكلم على موسم رزق، رزق الناس كتيره جدا بيتفتح مع بدايه الموسم الشتوي في السياحه. الاستعداد بقى الشعبي واستعداد الناس واهلنا في الاقصر. احنا يا فندم كل طبعا انت عارف ان السياحه ديت هي المقام الاول اللي بتبني عليه النشاط الاقتصادي في مدينه الاقصر او في محافظه الاقصر. صحيح. كل اهالينا وكل اصحاب البازارات وكل اصحاب المطاعم، حتى الحناطير، حتى الكلام ده كله بيستنوا الموسم ده، فبتلاقي كله بيزين مكانه وبيهتم بمكانه وبشكله وبتعامله مع السياح، لان ده مردوده بيبقى مردود كويس عليه جدا. احنا برضو مع اخواتنا برضو بتوع الحناطير، كان تعليمات سياده المحافظ عبد المطلب عماره ان احنا ندعم الحناطير، لان الحنطور ده بيعتبر احد المعالم السياحيه طبعا في المدينه، مش كده؟ وبس ذكريات معايا ما تتنسيش ابدا يعني. دي اجمل خروجه، دي اجمل خروجه. ايوه فندم طبعا. واي برامج سياحيه بتيجي من بره بتبقى من ضمن البرنامج هو رقم واحد الحنطور. صح. وزعنا عليهم عدد 500 حفاضه دعم ومساعده من المحافظه لاخواتنا اصحاب الحناطير، وبالفعل عشان بس نحد من ايه موضوع التلوث واللي بتخلفه اللي هي الايه المخلفات بتاع الحيوان الجار. احنا رفعنا كفاءه يا فندم الميادين كلها بالكامل، عندنا الميدان المحطه وميدان ابو الحجاج رفعنا كفاءته، وكان عندنا برضه في مشكله كانت موجوده ان ما كانش في رصيف موجود على طول الخط المسار السياحي اللي متوجه لمعبد الاقصر، وكان السائح كان بيضطر يمشي في وسط الشارع. سياده المحافظه عبد المطلب عماره اول ما شاف الكلام ده على طول تعليماته انشئ على طول دلوقتي حالا رصيف، عملنا رصيف وخلصناه ودهناه بقى شكله كويس جدا، بدا السائح
يتحرك بيسر ومبقاش فيه عملية أي أزمة مرورية بتبقى في الشارع ده. احنا غيرنا جميع لوحات الهوية البصرية على طول الطريق السياحي. واحنا بالمناسبة دي احنا الأسبوع اللي فات كان عندنا زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، كان عندنا طبعا شرفنا في المحافظة، ومن ضمن البرنامج الزيارة بتاعته كان مرور على إسنا وعلى معبد إسنا ومعبد ذهابه، وكمان تفقده لكورنيش إسنا وكورنيش الجرنة، وأمر إن احنا ويوجه سيادته إن احنا نبدأ بالفور في البداية في تنفيذ كورنيش إسنا. وبالفعل معالي المحافظ بدأ على طول وجبنا الشركات وبدأت تشتغل. احنا خلصنا برضه حوالي 95% من كورنيش الجرنة، وتعاقدنا مع احد الشركات اللي ليا سبع اعمال كبيره جدا في المجال يعني ده. يعني احنا بدايه موسم الشتاء هيكون كل الامور دي جاهزه، يعني مش هيكون في اي اعمال بناء خلال الفتره اللي جايه. يا فندم احنا خلصنا. احنا بنقول ايه اللي احنا عملناه؟ احنا خلصنا الكلام ده كله، احنا بس بنتكلم على الايه؟ على مراحل التخطيط ان شاء الله اللي جاي لرفع الكفاءه يعني. ان شاء الله. احنا طيب. عندنا برضه ايه الاماكن بقى السياحيه اللي الناس كلها بتلجا ليها؟ يعني بتحس ان السياح بتيجي من اقصى البلاد علشان تروح المكان ده في الاقصر، ايه ابرز الاماكن؟ طبعا احنا عندنا معبد الاقصر ومعبد الكرنك ومعبد حتشبسوت، كل المقاصد والمعابد والزيارات السياحيه اللي معروفه كله بيجي عليها. واحنا عندنا طبعا عندنا الجديد اللي احنا عملناه الفتره اللي فاتت كان الممشى اهل الاقصر اللي هو الممشى السياحي ده، حاجه يعني ان شاء الله لما تيجوا بتشرفونا تتفرجوا عليها وتتمشوا عليها، حاجه جميله جدا. انت شوقتنا ان احنا نيجي في اجازه نص السنه دي ان شاء الله سياده الاقصر. لازم يا فندم تشرفونا، يا ريت تشرفونا. احنا نعمل حلقه عندكم يا فندم. خبر ابيض تنور يا فندم الدنيا كلها، ونستعد ان شاء الله. سياده اللواء علي اتفضل كامل بقى، قول لنا كده المزارات الثانيه الجديده ايه كمان؟ احنا برضو كان عندنا برضو عندنا الكورنيش النيل. احنا طبعا الكورنيش النيل احنا صورناه حاجه جميله جدا يعني، بس كان فيه بقى يعني مع الاستخدام كده ابتدينا نرمم ونصلح بعض البلاطات والبازلت والجرانيت والكلام ده، وسياده المحافظ لسه مدينا تعليمات قريب خالص ان احنا ندهن كل المقاعد والمظلات اللي موجوده، وبالفعل ابتدينا نشتغل في هذا المكان. انا مش عاوز اقول لحضرتك احنا لما تنزل من المطار لغايه ما تخش اي مكان في الاقصر بتلاقي منظومه النظافه ومنظومه الجمال، المسطحات الخضراء واخده مننا شغل كبير جدا جدا. احنا نفذنا الحمد لله مبادره السيد رئيس الجمهوريه زراعه 100 مليون شجره، وكان نصيب محافظه الاقصر حوالي 220,000 شجره زرعناهم وخلصنا منهم على المحافظه كلها بالكامل. زودنا المسطحات الخضراء. دي حاجات عظيمه جدا سياده اللواء، ودايما رحله الاقصر دي بتبقى يعني رحله العمر، سواء كده كمصريين او اي سائح في اي مكان في الدنيا بتبقى رحله عمره انه يجي يزور الاقصر اللي فيها يعني تلت الاثار في العالم كله. عايز اسال حضرتك النهارده في بدايه الحلقه استعرضت انا ودينا التقارير الدوليه، وشفنا شويه اخبار كده جميله جدا عن اختيار الاقصر كمقصد سياحي مهم جدا. التايمز عملت تقرير كامل واختارت الاقصر كافضل وجهه سياحيه، موقع مهم كمان من المواقع الخاصه بالمجال السياحي موقع اندبندنت اتكلم عن ده. حسأل حضرتك اهميه مثل هذه التقارير الدوريه العالميه في تشجيع السياحه الى الاقصر وكمان تحفيز السياح بالخارج لزياره الاقصر؟ طبعا يا فندم كل ده بيبقى له مردود قوي جدا على السياحه عندنا في الاقصر، وبيدوا انطباع كويس جدا ان مصر وان الاقصر بلد الامن والامان، واحنا طبعا السايح بيتحرك براحته، ودي بتدي يعني بيبقى الافواج السياحيه بتزيد والرواج السياحي بيزيد والرواج الاقتصادي بيزيد، كل حاجه ديت مع التقارير اللي بتطلع ديت الدوليه بتاثر على تاثير مباشر على الناتج الاقتصادي والناتج السياحي اللي موجود في المدينه. احنا عندنا مش عاوز اقول لك احنا من اهم الجنسيات اللي بتبقى موجوده عندنا في الفتره الاخيره ديت، عندنا الامريكي والانجليزي والفرنسي والالماني والاسباني والايطالي. مش عايز اقول لك يعني انا مش عايز اقول لك النسب دلوقتي عامله ايه، لكن احنا الموسم عاوز اقول بس كلمتين ان الموسم موسم مبشر جدا جدا صحيح. الحمد لله هدفنا ان احنا نحافظ على المدينه كعاصمه للسياحه العالميه. يا رب كده موسم كله خير ورزق على اهلنا في الاقصر وعلى اقتصادنا كله، ان شاء الله يبقى في حاله رواج سياحي كده للمدينه الاهم والاجمل الاقصر في ما تقدمه كده ما تحمله من اثار متنوعه. بشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على الهواء سياده اللواء علي الشرابي رئيس مدينه الاقصر.
فعلا يعني مدينة كبيرة وجميلة جدا، تلت آثار العالم موجودة فيها. احنا زي ما انت قلت احنا لازم نحاول نعمل حلقة نقدم حلقة هناك ان شاء الله، ونشاهد بعينينا كده ونستمتع بالأجواء في مدينة الأقصر الجميلة.